تحية طيبة. النهاردة بنشوف نموذج لبعض الأنشطة التجارية، وتحديدا في مجال الحرف اليدوية بشكل رئيسي الأزياء التي تصنع باليد. هذه الشخصية هي صاحبة هذا المكان المتنقل، يعرض منتجات ألبانية تأتي من مختلف المحافظات، وهو بنفسه يقوم بصناعة الأزياء المعروضة في الداخل. وهذا الأتوبيس يعني هو متنقل، يتنقل به في العاصمة تيرانا ويعرضه للزيارة وللبيع. من أحب أن يشتري يشتري، من أحب أن يزور يطلع يطلع على المنتجات اليدوية الألبانية، وهي جميلة. فلنفس فكرة الآن نصعد إلى الأتوبيس ولنفس فكرة الآن. أنا قبل التصوير سألته يعني هذه الأشياء أنت تصنعها بنفسك؟ قال لي الأزياء أنا الذي أصنعها، بينما المنتجات الأخرى اليدوية هي تأتي من كل المحافظات الألبانية، وهي يعني منتجات يدوية ألبانية خالصة محلية. فهو يعرض الآن بشكل جميل جدا بعض من منتجات الحرف اليدوية الألبانية. فنبدأ الآن من الجانب الأيمن من بداية الأتوبيس ونطلع عليه. هذه طبعا تماثيل، وهذا تمثال مشهور اسكندر بيك قبل حوالي 6-5 قرون، والذي أوقف يعني الزحف العثماني على البنية لنحو حوالي 20 سنة تقريبا، لما تستطع تركيا أن يعني تهيمن على ألبانيا إلا بعد وفاته، لأنه كان في قلعة اسمها كرويا، قلعة كبيرة في الجبل في شمال ألبانيا وعليا، كان صعب أن الأتراك يعني يستولون عليها. هو مشهور هنا كبطل قومي ألباني، أنه كان بيحافظ على ألبانيا. طبعا نحن بنذكر التاريخ الألباني يعني. وهنا طبعا لوحة برضو من الحرف اليدوية بتذكر يعني ذكرى استقلال ألبانيا بشكل دائم وانفصالها عن تركيا سنة 1912. وهذه الخريطة يعني خريطة ألبانيا، مع العلم أن ألبانيا حين استقلت عن تركيا عن الخلافة العثمانية في عام 1912 كانت مساحتها ضعف هذه المساحة، لكن بعدها بعام 1913 انعقد مؤتمر سفراء الدول العظمى في لندن، وقاموا بتقسيم ألبانيا وإعطاء نحو 40 أو نصف مساحتها لدول الجوار. في ذلك الوقت كانت اليونان وصربيا. اليونان أخذت إقليم تشامرية الذي يقع حاليا في شمال غرب اليونان، وتم تهجير الألبان منه في وقتها. وصربيا أخذت كوسوفا، وهي التي استقلت بعد 86 عام عن ألبانيا في 1900 يعني السرب انسحبوا من كوسوفا سنة 1999 بدخول الناتو، ولكن أعلنت استقلال بشكل رسمي سنة بعدها 8 سنوات سنة 2008 17 فبراير 2008. وطبعا في ألبان كوسوفا، في ألبان مقدونيا في مناطق مقدونيا الغربية، في ألبان جبل أسود في جنوب شرق جمهورية جبل أسود، منطقة تسمى أولتشين، هي برضو منطقة ألبانية. فيعني دولة ألبانيا المساحات حولها هي كانت تابعة لها وتعيش عليها أقليات ألبانية، بس كوسوفا يعني غالبية صحيحة ألبانية على أرضية تاريخية التي كانت جزءا من ألبانيا في وقتها. نواصل بقى الحرف اليدوية، يعني بنصور ونوثق نشاط ثقافي بيعكس المستوى يعني الكفاءة لدى
صناع الألبان، والتي بعضها بنكهة تاريخية وصبغة قومية. ويعني يا ألبانيا وفقا لدراسات وأبحاث وإحصائيات عن صدر الاتحاد الأوروبي تعتبر النموذج الأول للتسامح والتعايش بين الأعراق وأتباع الديانات في أوروبا. النموذج الأول في التسامح والتعايش هي دولة ألبانيا. سوف نتحدث في هذه النقطة لاحقا، أنها تحتاج كثير من التوضيح ما السبب، لكن الشعب الألباني يعني شعب يعني كله لا يفرق في التعامل بين أحد، والجميع يعتبر أبناء وطن واحد. نواصل الآن هذه يعني الأشياء النحاسية هي للقهوة وطحن القهوة. في العهد الشيوعي قبل 1990 كان كل بيت عنده مطحنة يدوية من هذه يطحن قدر ما سيشرب في وقت عمل القهوة، فيطحن القهوة ثم يضعها في الكنكة ثم يبدأ في إعداد القهوة. يعني لا يطحن مسبقا بفترة، كان يطحن حبوب القهوة في وقتها، وطبعا تكون طازة وجميلة. نواصل كذلك. طبعا الأم نانا تريزا هي أصولها ألبانية، ولها تمثال هنا في ألبانيا وصورة في مكتب رئيس كوسوفا، والألبان يفتخرون أنها من ألبانيا. وهذه هي بداية المنتجات. طبعا الأمور الفنية موجودة في المنتجات كذلك. بعض منتجات للشنط الصغيرة للنساء، دي كلها تدل على يعني مهارة الصانع الألباني. أشياء معدنية وألعاب مختلفة. وألبانيا مشهورة جدا في الكروشيه وفي صناعة السجاجيد وكثير من الأغطية للمناضل والترابيزات. طبعا هنا برضو في كاميرا. وهذا هو صاحب الأتوبيس ويتنقل في العاصمة، وهو الذي صنع جميع الملابس. فلمديرت. فلمديرت يعني شكرا باللغة الألبانية. وهذه طبعا التقية الألبانية مشهورة، يلبسها جميع خاصة كبار السن وفي القرى الطي الألباني بهذا الشكل، وده العلم الألباني. ودي مثل البرواز، الصورة الأولى اللي هي ذكرى استقلال ألبانيا. الشعب الألباني مشهور أنه كان شعب الجبال وله بأس شديد في المعارك والحروب، ولذلك أيام الخلافة العثمانية كانت بتستعين بجنود الألبان في الفتوحات، وكان من ضمن ذلك حضور محمد علي باشا إلى مصر وتوليه السلطنة بعد ذلك في مصر سنة 1805 حتى آخر أحفاده سنة 1552. حوالي 150 سنة كانت الأسرة التي تحكم مصر كانت أصولها من ألبانيا. الذي يعني يعجبني في كل شيء في ألبانيا إن كل شيء جميل جدا، كل شيء منظم جدا. كما قلت في بوست سابق نشرته على الفيسبوك إن العقلية الألبانية تتسم بالمنطق. يعني كيف يعيش في بيئة غير منظمة أو غير صحية أو غير نظيفة، هذا يخالف المنطق يعني. لذلك على الرغم من ألبانيا تعد من ضمن قائمة أفخر دول أوروبا، إلا أنتم ترون هكذا كل شيء جميل وكل شيء منظم وكل شيء نظيف. لا مجال هنا للفوضى ولا مكان هنا للقمامة ولا للفوضى. هذه يعني لمحات وإشارات عن الحياة في ألبانيا. سوف نركز على المحتوى الإنساني بمختلف جوانبه الثقافية
الاجتماعية والإبداعية الفنية، وكذلك الشؤون يعني الدينية والتاريخية وغيرها إن شاء الله. هذا ميدان اسكندر بيك، لأن تمثال اسكندر بيك في الأمام كما قلت لكم. هذا رمز تاريخي ووطن قومي منذ حوالي 5-6 قرون. والمدن في البلقان، المدن التاريخية في البلقان منذ دخول الحكم العثماني إليها قبل 6 قرون كانت تبدأ بثلاث أشياء: المسجد والسوق وفرن. كان الأتراك قبل 5 قرون حين يبدون في بناء أي مدينة يبدون بثلاث أشياء: بناء المسجد، وبجوار المسجد يوجد سوق، لأن مدينة في بدايتها لا يوجد فيها يعني أناس كثيرون، فيأتي إليها الناس من القرى المجاورة للبيع والشراء، فلابد يكون مسجد وبجواره السوق، وبجانب السوق يكون الفرن حتى يعني يغطي احتياجات الناس. ثم تبدأ بعد ذلك في التوسع، يأتي التجار فيوقفون محلات ومباني وقفية للمسجد للصرف عليه، وتبدأ الحياة يعني تسير. ولذلك يعني سترون أن أغلب المدن البنية والتي سوف نزورها خلال هذا الشهر إن شاء الله بالتدريج مدينة مدينة، خاصة المدن التاريخية، ستجدون دائما أنه في قلب كل مدينة يوجد مسجد تاريخي، في قلب كل مدينة تاريخية يوجد مسجد أثري، لأنها بدأت دائما بالمساجد. أتحدث عن المدن التي بدأ بناءها بعد دخول العثمانيين الأتراك إلى هذه المنطقة، منطقة البلقان، ومنها البنيا التي تقع في غرب منطقة البلقان. أنهي هذا الفيديو الآن بلمح عن المنطقة المحيطة. هذا قصر الثقافة تأتي إليه يعني جميع الوفود يعني الثقافية والفنية لإقامة فعاليات وأنشطة هنا، وفي خلفه توجد المكتبة الوطنية، المكتبة الوطنية، وهذا قصر الثقافة، وأمامنا الفندق التاريخي فندق تيرانا، وهذا تاريخي ويبنى مبنى خلفه أعلى منه. ثم على اليسار المتحف القومي، وهناك يعني تجديد له المتحف القومي. ويعني في على الرسائل قليلا، في الأمام الآن البنك، البنك القومي، البنك المركزي يعني، البنك المركزي. وهذا تمثال اسكندر بيك، وفي خلفه في كنيسة أرثوذكسية. كما قلت أن ألبانيا هي بلد التعايش والنموذج الأول وفقا لإصدارات صدرت عن الاتحاد الأوروبي. ألبانيا هي النموذج الأول في التعايش والتسامح بين كافة الأعراق وأهل الديانات، وسنخصص فيديو لهذا الأمر لاحقا إن شاء الله. جمعة مباركة وسعيدة، ونترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت معه بعد أن أنهيت الفيديو، قال إنه صنع هذا الأتوبيس بنفسه، كان أتوبيس يعني خلع الكراسي وصنعه بنفسه، صممه بنفسه، وإن حبه للمنتجات اليدوية وعشقه لها ومهارته في تصنيعها أخذ هذه الأمور كلها عن والدته، فكانت يعني بتصنع أشياء في التطريز، أشياء جميلة. وراني بعض الفيديوهات لمصنوعات والدته، وراني مراحل بناء هذا الأتوبيس، إن شاء الله نعرضها بعد هذا الكلام. شكرا جزيلا. مع صاحب الأتوبيس قال أنه هو الذي يعني صمم هذا الأتوبيس، وهذا فيديو من الموبايل له مراحل تصميم الأتوبيس بنفسه. هو راجل ماهر ومبدع ونشط، صمم محله المتحرك بهذا الشكل. هذه مراحل تأسيس الأتوبيس أو المحل المتحرك، حوله من أتوبيس إلى محل
وهذه والدته كذلك، يعني هو أخذ منها أشكال المنتجات اليدوية ومهارته في تصنيعها. شكرا جزيلا، ونترك في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.